السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. سنشرح اليوم طريقة صف السيارة في الموقف بالرجوع إلى الخلف واستخدام الريفيرس جير وتسمى الريفيرس بي باركينج. سنستخدم نقاط استنادية معينة ستساعدنا في الرجوع وتسهل علينا هذه العملية، وهي تقريبا 3 نقاط استنادية 3 reference points. نرجو المتابعة حتى النهاية ودعم القناة بالاشتراك والضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. تابعونا. الخطوة الأولى هي اختيار الموقف الذي أريد الرجوع إليه. سوف أقوم باختيار هذا الموقف الذي هو على يساري، ثم أتقدم إلى الأمام ببطء شديد وأبدأ بعد الخطوط البيضاء الموجودة على الأرض. هذا هو الخط الرقم 1، ثم أتابع التقدم إلى الأمام، وهذا هو الخط رقم 2، ثم أتابع للأمام حتى الخط رقم 3. سيكون الخط رقم 3 متعامدا مع كتف اليسار أو مع العمود الفاصل بين البابين الأمامي والخلفي من الجهة اليسارية، وقد تختلف هذه النقطة الاستنادية من سيارة إلى أخرى، ولكنها متقاربة تقريبا بين كل السيارات. إذن هكذا تظهر الصورة عندما تقف مقابل الخط الثالث. إذن هذا هو العمود الثالث متعامد تقريبا مع الخط مع العمود الفاصل بين الباب الأمامي والخلفي. والسيارة عندما تقف يجب أن تكون في أقصى يمين الطريق كما تشاهدون، ولا تتعدى على طريق الاتجاه المعاكس، وتكون بعيدة قدر الإمكان عن المواقف بفاصل تقريبا متر ونصف إلى مترين. ثم أبدأ بالرجوع ببطء شديد، وعندما تبدأ الإطارات بالحركة أبدأ بتدوير الدركسيون ولفه إلى اليسار لأن الموقف موجود على اليسار، وأقوم بلف الدركسيون ببطء شديد مع الرجوع بسرعة شديدة ببطء شديد حتى أعمل فل لوك، أي أقوم بلف الدركسيون على آخره وأعمل فل لوك كما تشاهدون، حتى إذا أصبحت السيارة داخل الموقف تقريبا بين الخطين وبشكل مستقيم، عندها أقوم بتعديل الدركسيون بحيث تصبح الإطارات مستقيمة، وأقوم بالرجوع إلى الوراء على خط مستقيم. الآن سأقوم بالرجوع إلى الخلف باستخدام المرايا. سنقوم باستخدام الآن النقطة الاستنادية الثانية وهي مسكات الأبواب. الآن هذه هي مسكات الأبواب اليسارية التي تشاهدونها في المرآة اليسارية، حيث نراقب مسكة الباب الخلفية. يجب أن تقوم بالدخول إلى داخل الموقف بين الخطين الأبيضين على الأرض، ثم تلحقها مسكة الباب الأمامي كما تشاهدون. الآن دخلت مسكة الباب الخلفي، ثم تتبعها مسكة الباب الأمامي. الآن دخلت هي الأخرى، ثم أنتقل إلى المرآة اليمينية حتى أضمن أن أيضا مسكات الأبواب اليمينية تدخل إلى داخل الخط الأبيض. الآن مسكة الباب الأمامية دخلت، ثم أنتظر مسكة الباب الخلفية هي الأخرى تقريبا دخلت. الآن أنتظر حتى تصبح الخط مسكة الباب الأمامية ومسكة الباب الخلفية على خط مستقيم موازي للخط الأبيض الموجود على الأرض. عندها أتوقف وأقوم بتعديل الدركسيون وأرجع إلى الخلف على خط مستقيم، وأنتظر هنا حتى النقطة الاستنادية الثالثة، وهي عندما تصبح المرايا الجانبية تقريبا فوق أو على الخط الأفقي المرسوم على بداية المواقف اليمينية والمواقف اليسارية كما ستشاهدون الآن في الصورة. هناك خط وهمي أرسمه عند بداية هذه المواقف اليسارية تقريبا متعامد مع هذه المرآة أو أسفل منها بقليل. أيضا المواقف اليمينية هناك خط وهمي تقريبا هو أسفل المرآة أو متعامد عليها. في نهاية هذا الفيديو أتمنى لكم الاستفادة، وأرجو أن تدعموا القناة بالاشتراك مرة أخرى والضغط على زر السبسكرايب أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا زر اللايك. رافقتكم السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.